الرحيم. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. تعلن انطلاقة سابع اشواطي هذا المساء، والشوط السابع الخاص بالابكار اللقاية 5 كيلومترات هي المسافة المقررة. مرحبين بكل الحاضرين في هذا الميدان، ميدان التحدي، هنا بهذه الانطلاقة القوية. ومباشرة نسير الى مقدمة الشوط لنتعرف على هذه الاسماء مباشرة مع المركز الاول. هذه منوة في المركز الاول لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الامين في عملية التضمير والتدريب. النقلة الى المركز الثاني حيث اجد الذخيرة من هجن الشحانية يتقدم هناك الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران في عملية التضمير. المركز الثالث عشاقة لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، بينما متعبة لهجن الرياسة اخذت المركز الرابع. العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. النقلة مباشرة الى المركز الخامس، خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات. هذه هي الترفة لهجن المرخية، محمد بن مدهر بن احمد يتقدم في هذه اللحظات في عملية التضمير والتدريب. هذه هي الخمس المراكز الاولى المتقدمة في منافسات هذه الامسية وفي سابع اشواطي هذا المساء. اعود الى مقدمة الشوط، عشاقة اللي غيرت الصدارة، عشاقة على المركز الاول لهجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في تضميرها وتدريبها. ما شاء الله هي على الصدارة على المركز الاول، بينما الدخول في ثاني المراكز من ترفة لهجن المرخية. محمد مدهر احمد يتقدم، هناك ايضا هناك محمد بن مدثر يتقدم في هذه اللحظات في عملية التضمير والتدريب. ولكن هجن الشحانية، هجن الشحانية القادمة هناك مع الذخيرة يابر بن سالم بن فاران في تضميرها وتدريبها. الله، المركز الرابع تدخلت في هذه اللحظات منوة لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، يتقدم الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. غيرت من الرابع إلى الثالث عينها الى مقدمة الشوط، متعبة القادمة لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي خذت المركز الخامس. هذه ايضا الخمس المراكز الاولى المتقدمة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي. عودة الى الصدارة والى عشاقة، عشاقة على المركز الاول، عشاقة على الصدارة على مقدمة الشوط. ايضا تتقدم لهجن العاصفة وغياث الهلالي في التضمير والتدريب. منو في المركز الثاني، منو القادمة على ثاني المراكز ليتقدم هذا الشعار، شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الامين. ولكن الذخيرة تدخلت، الذخيرة لهجن الشحانية يابر بن سالم بن فاران. شوفوا الدخول، الوصول من طيف لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتقدم بهذا الاسم. دخول من ايضا هذا الاسم، ما شاء الله العطية وصل ليقدم لنا طيف. وصلت منوة خذت المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. والدخول الوصول الجديد لهجن الرياسة ومحمد العتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا مرعبة، مرعبة وصلت في هذه اللحظات وتدخلت بالشعار الحمر ليتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه الخمس المراكز الأولى المتقدمة الباحثة عن الفوز والانتصار، الباحثة عن الأداء المتميز. غيرت مرعبة، غيرت خذت المركز الأول لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. عشاقة في المركز الثاني لهجن العاصفة، غياث الهلالي في تضميرها وتدريبها. وصلت منوة خذت المركز الثالث، هذه منوة لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. بينما المركز الرابع متعبة على المركز الرابع لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي يتقدم مع رابع المراكز. المركز الخامس الذخيرة لهجن الشحانية ويابر بن سالم بن فاران يتقدم
من خلال تواجد الذخيرة في هذا الشوط وهذا الأداء المتميز. هذه الخمس المراكز الأولى، ولكن بعد الخمس أرى السرعة تزيد. بعد الفايف ستار أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هذه مرعبة 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 على المركز الأول لهجن الرياسة. يتقدم هناك مشاهدين الأعزاء محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا مرعبة. عشاقة على المركز الثاني، عشاقة في المركز الثاني لهجن العاصفة غياث الهلالي، غيرت متعبة لهجن الرياسة. سلطان بن محمد الوهيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب، ولكن هناك الذخيرة لهجن الشحانية القادمة. هناك مع الشبل 1200 متر المتبقي، ووصلت طيف لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية، عادت عشاقة مرة أخرى لهجن العاصفة، عودة إلى مقدمة الشوط. مرعبة مرعبة على المركز الأول، تدشن الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير. تتقدم هذه الجموع مرعبة في الصدارة في مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم من خلال تواجد مرعبة في مقدمة الشوط. القادمة طيف، الواصلة طيف لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية، القدوم الجديد من الغزيل لهجن الرياسة. يتقدم هناك مشاهدين الأعزاء محمد العتيق بن زيتون المهيري، وصلت شهبارة لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنس قدم لنا الدوحة، يقدم شهبارة. ولكن مرعبة مرعبة على الصدارة، مرعبة على المركز الأول. جولة الأوامر، الخمسمائة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، مرعبة مرعبة هي الممتعة، مرعبة هي المنطلقة في الأمتار الأخيرة. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من قدم لنا مرعبة والغزيل في المركز الثاني. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز مرعبة بالمركز الأول والغزيل بالمركز الثاني. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمجازف لحظات الوصول. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، مع خط النهاية لتعلن مرعبة بأنها بطلة هذا الشوط. المركز الثاني الغزيل لهجن الرياسة، المركز الثالث متعبة لهجن الرياسة، المركز الرابع وصل الطيف لهجن الشحانية، والمركز الخامس شهبارة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا الإعادة مشاهدين الأعزاء، هنا الإعادة لحظات التوقيت الزمني ولحظات فوز مرعبة. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ولحظات الوصول حيث قطعت المسافة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا التوقيت الزمني وهنا أيضا توقيت الزمني في 7 دقائق 31 ثانية و34 جزءا من الثانية، بينما المركز الثاني الغزيل لهجن الرياسة بقيادة محمد العتيق بن زيتون المهيري 7 دقائق 32 ثانية و57 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث متعبة لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. قطعت المسافة 7 دقائق 34 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن محمد الوهيبي، وتهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز مرعبة. تهانينا والناموس، شوط جديد من أشواط هذا المساء لينطلق الشوط الثامن، والزميل محمد